افتتح الدكتور المهندس عمار جابر خليل المحافظ صلاح الدين المعرض السنوي للتمور والأعناب الذي تنظمه مديرية زراعة المحافظة، وأشاد المحافظ بمستوى الإنتاج وكميته في المناطق المحررة ما يبشر بعودة الحياة الطبيعية فيها، مبينا أن الحكومة المحلية تعمل على حل التحديات المتمثلة في إعادة الأراضي لأصحابها الذين كانوا نازحين. اليوم الحقيقة افتتاح هذا المؤتمر التمور والأعناب في محافظة صلاح الدين، واللي يعتبر يعني تقليد سنوي للمحافظة تقوم به مديرية الزراعة من المديريات الناشطة والفعالة في المحافظة. ولاحظنا به انه يعني الانتاج من المناطق المحررة، وهذا يعني ينطي انطباع على عودة الأمن والاستقرار إلى هذه المناطق، وهذا يعني شيء مفرح جدا. هنالك تحديات هي في موضوع الأراضي النازحين وإعادتها إلى أصحابها، وإحنا جادين بهذا الموضوع، واجبنا هو الحفاظ على ممتلكات المواطنين.